بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطانه وعم نواله. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ربي قال بعد: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أي ظاهرة ومظهرة، بينات مبينات. فلما جاءتهم آياتنا، أي علامات الربوبية وعلامات كونية، فلما والعلامات هذه جاءت بس وريهم اللي ربي قادر عليهم، باش نقص عليهم حياتهم. أو اليوم البرجيبين نقص عليهم حياتهم مجرد أن ولات السلطة نوعا ما في يد المسلمين، وإن شاء الله يكونوا مسلمين حقيقة، لا مسلمين واهمين فيفسدون أكثر مما سبق إفساد في هذه الديار. لتونس أوشكت أن تصبح على تونس، نسأل الله السلامة. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، ماذا سيحدث؟ تبعتهم شنية؟ تبعتهم نكران الموت وعدم الانصياع لأوامره، أي غير مسلمين يسلموا للأوهام والأصنام، وكما الكلاب الكرب الآن، وما ما عندهمش رب واحد، عندهم أرباب، رب الشهرة، يحبوا يكونوا مشهورين لأنهم مغرورين ومصابين بجنون العظمة، ويحبوا ما الناس كل ترسخ لهم، كما كانوا يحبوا يرسخوا المؤمنين الأولين عليهم رضوان رب العالمين. والحديد يطول ومن قادرش نكرر برشا مرات. المفيد: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا، أش قالوا؟ نراه في الشريط الآتي إن شاء الله.